مشاهدي انفاس في هذا اللقاء اللي غيجمعنا في السيد محمد الوادي بصفته رئيس المجلس الاكاديمي للمعرض الجهوي للنشر والكتاب اهلا بك سيد الوادي مرحبا شكرا لكم شكرا لأنفس بريس على هذه الاستضافه وليست هي الاولى بل كانت سبقت استضافة اخرى اذا مرحبا بكم في بيتي وقلبي وصدري منشرح لكم مرحبا شكرا لك سيد لواتي سيد لواتي تقدر تقربنا اكثر من هذا المنصب ديال المنصب ديالك جديد وفي الحقيقه هو ماشي منصب هو تكليف تكليف الإخوان لاخوان في جمعيه فضاء انهم بمكتبهم وبمجلسهم وبكل مكوناتهم ارتاوا ان يكلفوني بهذه المسؤوليه وهي ليست سهله ان تعرفين انه معرض انه ينتقل من اقليمي الى مستوى جهوي والجهه ديال هي جهه كبيره وعريضه يعني انها تبتدأ تقريبا من سليمان حتى بن النور. يعني ان التغطيه ديالها هي تغطيه كبيره ونريد ان تكون كل الاماكن والمناطق في هذه الجهه ممثله وممثله في هذا المعرض ايضا غير هو جهوي ولكن كثير من الدور ديال كثير من الفعاليات ستكون وطنيه وربما على مستوى العالم العربي كذلك عندنا طموح كبير ان يكون هذا المعرض وجهه وجهه ثقافيه ليس فقط لجهه الدار ولكن ل الفعل الثقافي في المغرب باسره بالنسبه لهذا المعرض هو كان في الاول هذه النسخه ديالو الثانيه في الاول كان اقليمي فعرفنا من الاخوان في الجمعيه ديال الفضاء ان كان لك الفضل انه يتحول من نسخته الاقليميه الى جهويه فشنو تبغي تقول في هذا الأمر؟ وانا للاسف الشديد انا ما واكبتش المعرض الاول لانه كانت ظروفي غير سانحه وانه كانت العلاقه ديالي بالاخوان لم توطد بشكل كبير ولكن كنا كنتعارفوا فملي جينا وجلسنا وهضرنا وعطاوني كل التفاصيل من فيديوهات الى روبورتاجات الى التغطيات الاعلاميه للمهرجان الاول يعني للمعرض الاول يعني تبين انه كان هناك مجهود كبير جدا يعني يحمدون ويشكرون عليه وكان ناجحا حسب ما رايت وحسب ما قيل وحسب الاعلام اذا كان ناجحا قلنا جاءتني فكره لما لا نوسع هذه الدائره ويكون جهويا اكثر وعندنا الطموح ان شاء الله الرحمن الرحيم بعد دوره ولا دورتين في الجهوي نحوله الى وطني اذا الرهان لابد وان يكون في في مستوى طموح الدار البيضاء الدار البيضاء هي القلب النابض لمدينه للمغرب وهي المركز إنشئنا شئنا الثقل الاقتصادي والثقافي والفني اذا لا بد وان يكون هناك معرض يتماشى ويتناسب مع ثقل الساكنه ومع طموح الساكنه سيد الوادي حنا نعرف بان في المغرب وخاصه في كازا وخاصه في فئه الشباب كاين واحد العزوف على القراءه والمشكل انه دابا غيتكرس كثر في جهه الدار البيضاء بعد ترحيل ديال المعرض فامور اللي ممكن تساعد في التخفيف من هذا العزوف اللي في اولا قضيه ديال ترحيل المعرض ديال الكتاب المعرض الدولي للكتاب والنشر التي تنظمه وزاره الثقافه حنا نتمنى أن لا يكون ترحيلا نهائيا نتمنى أن يكون كما وكما آه نشر بانه نظرا لهذه السنه ستكون مدينه الرباط هي عاصمه الثقافه العربيه وانه هذا المعرض يجب ان يكون في الرباط حتى آه تعطى او يعطى الزخم المطلوب لسنه آه الرباط كمدينه للثقافه العربيه. آه مساله العزوف آه لا اعتقد انه معرض ديال الدار البيضاء الكتاب او معرض التي الذي سنقيمه بحول الله لا أعتقد أنه سيحل معضلة القراءة معضلة القراءة هي مسؤولية الجميع مسؤولية وزارة التربية الوطنية أولاً. مسؤولية وزارة الثقافة مسؤولية كل الوزارات بما فيها حتى وزارة الاقتصاد ووزارة السياحة كل الوزارات ومسؤولية أيضا الهياكل والمنظمات والجمعيات المدنية الفاعلة من اتحاد كتب المغرب إلى بيت الشعر إلى رابطة كاتبة المغرب إلى كل هياكل وهي كثيرة ومتعددة إذا هذه هي مسؤولية الجميع القراءة يجب أن تبدأ من الروض من الطفل وان ان يواكبه الكتاب آه الكثير يتحججون يقولون بانه المعضله الكبيره التي تقف امام آه امام آه ازمه القراءه هي آه الوسائط الاجتماعيه انا اقول لا احنا آه لسنا آه في مستوى التقدم آه الرقمي آه العالمي مثلا في امريكا وفي اليابان و حينما يصدر الآن كتاب في الولايات المتحدة الأمريكية ويكون له شأن كبير يباع من اليوم الأول تباع فيه آلاف إلا ما يقول ملايين نسخ إذا القراءة عند الدول الرقمية عند الدول المتحضرة تكنولوجيا لا زال يحظى بالمكانة اللائقة به إذن ادعاءات بأن الوسائط الاجتماعية الوسائط البلاد العكس أنها تقرب الكتاب للقارئ فلذلك كما قلت ينبغي بذل الكثير من الجهود للرفع والرقي بمستوى القراءة في المغرب وكان هذا هو لقائنا مع السيد محمد الوادي نربط لكم لقاء جديد إن شاء الله قريبا مع شخصية جديدة السلام عليكم